العود قبل برعي، خشبا جميلا فقط، خشبا جميلا. حتى جاء برعي فاستنبقه. برعي يعتبر باخ السودان، لأنه باخ وضع القواعد والأسس بتاعت الموسيقى الأوروبية. وبعدين برعي الفنان وعازف العود الممتاز، غير طريقة العزف في العود. الموسيقى قبل برعي محمد دفع الله كانت لغة لا لغة لها، حتى جاء فعلمها الفصاحة وعلمها البيان. وكان العود قبل برعي خشبا جميلا فقط، خشبا جميلا. حتى جاء برعي فاستنبقه، علمه الشدوى والإضافة، وأعطاه مع اللون والعطر البوح الجميل المستحيل. كانت الألحان في تاريخ الأغنية السودانية جميلة لا غير. فلما جاء برعي علمها الأناقة والبهاء والإبهار، وأعطى درسا لكل فنان عبر أغنيته. إنه برعي يطل مباشرة عبر الموسيقى الخلود. برعي محمد دفع الله. هكذا قدمت المرحومة ليلى المغربي مقطوعات الموسيقار برعي محمد دفع الله. فالموسيقى عالم سحري لم يدخله إنسان إلا وسحر في متاهته. لا يوجد من يدرك حقيقة كنه الألحان التي ترفرف بك بعيداً، ولا من أين تأتي وعبر أي واد غير عبقر تنهمر الدوزنات. برعي محمد دفع الله جعل الخشب ينطق ويتحول من مجرد خشب صامت إلى عود تنصت لنغماته الطيور في وكناتها. برعي محمد دفع الله سفر الموسيقى السودانية التي لا تخطئ الأذن شهقاتها. الأخ برعي ولد سنة 1929 في مدينة أم درمان بحي الموردة. كان المنزل الوقت كان عبارة عن حوش كبير من زمن الاستعمار، كان بيدفوع كعيب متكون من 18 قريب أسرة موجودة، أسرة كلها معروفة، آل مكة وآل حسن حسين، كل الأسرة دي موجودة، كانت في حوش كل زول عنده جناح ساكن فيه. ووالده طبعا المرحوم محمد دفع الله، ووالدته بخيته يوسف حسن حسين. ونشأ من طفولته بدأ بقراءة في الخلوة جدا حسن حسين اللي هي جوار المنزل ذاته في حي الموردة. وكانت المساكن ذاتها كلها متقاربة من بعضها، لصيغة من بعضها، يعني تلقى حوش عبد الرحيم من هنا، حوش ناس متولي من خلف، تلقى يعني كل تقريبا مواليد والعمراء من خلفهم، كل يعني الاحياء حي المورده حي كامل وحي عريق معروف ملم بكل من الشعراء والادباء والفنانين موجود في حي المورده دي. البيت كان بيسكن فيه المرحوم برعي محمد دفع الله كان في المورده،
والبيت ده كان بانو جدنا حسن حسين لأولاده، فكان كل زول مقسم له جزء، اللي هو يوسف حسن حسين اللي هو والد بخية يوسف حسن حسين والدة المرحوم بري محمد ضفاع الله، والطاهر حسن حسين ومهجة حسن حسين ومكة حسن حسين وعبد الرحمن حسن حسين وأمين حسن حسين. الناس دي كلهم ساكنين في حوش كل واحد. والمرحوم بري محمد ضفاع الله كان بيقرأ طوالي في الخلوة في جنب الجامع بتاعت حسن حسين. اشتهرت الموردة كغالبية أحياء أم درمان بنشاطها الأدبي والفني، ولم تكن صدفة أن خرج من حاراتها الضيقة برعي محمد دفع الله أحد عباقرة الموسيقى في السودان. والشاهد أنه بعد ما تلقت عليه في الخلوة بعد ذاك التحق بالمدرسة الأولية مدرسة الموردة، ثم بعد ذلك قرأ تعليمه الابتدائي في المدرسة الأهلية، ومنها وبعد ذلك طرق لباب العمل. اشتغل طبعا في طبعا الدولة في الحكومة في الوقت ذاك، لكن كان هو في نفس الوقت كان عنده حب الرياضة، فكان بيلعب في فريق أبعنجة الرياضي الوقت ذاك. فريق أبعنجة كان في الدرجة الأولى، ومنها بعد ذاك عنده هوايته اللي جنبها الفن. فشاهد أنه كان اشترى له عود، وطبعا كان من الصعب في الزمن ذاك أنك تجيب عود تخطه في البيت وكذا، لكن كان بيخبيه في بيت خالنا الله يرحمه محمد أمين حسن حسين. وكان بيمشي بعد ما يجي من الشغل بيمشي بيعزف بيتعلم في العود ده لغاية ما تعلم فعلا مع أصدقائه لما وأخوانه وأصدقائه في الحي وأقرباءه. مشى المدرسة الأولية في مدرسة الموردة، وكان بيقرأ في الأميرية في أم درمان، وبعد ذلك انتقل للعمل بوزارة الصحة. كان بيعمل في الثروة الحيوانية اللي هي في حديقة الحيوان، وكان بيعمل في التربية والتعليم، وكان بيعمل في وزارة الأشغال، وكان بيعمل في وزارة الثقافة والإعلام. لكن براء ده بالذات كان موهبته علم نفسه بنفسه أكثر شيء، يعني علم نفسه بنفسه لأنه موهبته كان بتطلع على أي شيء، حتى لغاية ما كان بيلعب كورة وكان برضه بيعزف. فأصبح عنده من أصدقاء ناس المهندس الدردير وعمر كروم رحمة الله عليه وعوض الله إبراهيم بن عمته، وعنده مجموعة كانت من الموردة كلها من ناس الموردة، فكانوا كلهم بيلتقوا بيقعدوا بتاع، ونشأ في الحتة في المجال الفن ده ابتدى يمشي يمشي لغاية ما تعلم العود، وابتدت الجلسات بتاعتهم الزمن ذاك كان بتبدأ الجلسات بتاعتهم، وبدأ هو حياته الفنية طبعا من الفترة دي من بعد الخمسينات لغاية ما ظهر. كان بشغل الوقت ذاك في وزارة الصحة اللي هي كانت بيسموها تسمية الوقت ذاك ما كانت وزارة الصحة، فنقلوه للأبيض، كان على وقت ذاك بيعزف كده وبتاعنا، فتعرف ذاك في نفس الشارع في الأبيض في الربع الثاني عند عم عوض الكريم ضفع الله، فكان موجود هناك فترة وكان بيعزف، وكان في نفس الشارع ساكن ود الشاعر والكبير ود الغرشي رحمة الله عليه، فابتدى يتعرف بالناس الموجودين من الشعراء اللي هو أول شاعر كان لما هو الشاعر الأمي محمد أحمد الأمي، فدوا قصيدة، فلما ادى قصيدة بعد ده عبد العزيز محمد داوود ابتدى يظهر مع شلة مجموعة من سيد الدين عمر كروم وبتاع في الموردة، فبدأ يتعرف عليهم، وقاموا عبد العزيز ده حصل برعي في الأبيض
الوقت ذاك بورايك لحن القصيدة دي التالي الشاعر الأمي لأول قصيدة وكان أول لحن له. ثم نقله لجمهورية مصر العربية في الوقت ذاك كانت وكالة ما كانت سفارة. وابتدى يدرس طبعا لمدة 4 ساعات في معهد فؤاد الأول اللي هو المعهد الإيطالي. ودرس الموسيقى هناك ومنا ابتدى يلتحق بإذاعة ركن السودان. كان معه فؤاد عمر فاروق الجهري والمجموعة دي. حتى أنا كان أتذكر يعني في بعض الفنانين لحقوه هناك على أول أنا حضرته ذاته وشاهدته في اللحظة دي. كنا صغار جينا مشينا كرحلة كان عثمان فنان الله يرحمه عثمان الشفيع وكان معه رئيس الأوركسترا المصري نصر عبد المنصف فكانوا بنوته وبلحن أدى الشفيع في الوقت ذاك عجب أكثر من 4 أو 5 أغاني سجلها هناك ولا 6 أغاني في أيامنا وقالوا قلنا له ويعني مجموعة من الأغاني حتى نحن حضرنا تسجيله في إذاعة في إذاعة القاهرة في شارع الشريفين وحتى كان معي صلاح ده حتى الأخ بوراي الله يرحمه كان شغلنا ككورس. مرة نحن في القاهرة زي فاروق ذكر لكم أشياء فكنا بنشيل في الكورس من ضمنها في الكورس جه ناقص فقاموا قالوا لنا يا لبوري تعالوا كملوا الكورس ده فمشينا انا وفاروق ففي كانت اغنيه بتاعت اسمر يسمر يا سميري ومع الترديد من ناحيه المصريات ونحن السودانيين فحصل خطا فقاعد يكورك من هناك يا الي برعي ده خطا ارجعوا فرجعونا تاني وعادوا الاغنيه من جديد وبعدين استمرينا في السماع. فالشاهد مرة كان في لحن بتاع من الالحان يصهر انه والاوركسترا بتعزف وقفت فجأة. انا اتذكره جدا حتى المرحوم استمر بعزف العود هنا الاستديو كان وقفت قاعد يكورك كان تستمر له ده قال اليوم يعني مش تعتمد على النوتة براي عنده موهبة على اساس ان اللحن حقه فبيسرح في العزف بيدخل يعني وصلات يعني في العود بتاع يعني في يعني اوتار واحساسه كده بتاعنا. جاء بعديها الفنان ابراهيم عوض رحمه الله عليه وسجل له كان جاء له فيلم اسماعيل ياسين في طرزان و كان بتقول فيها أظهر وبان عليك الأمان وكده وبتاع عملوا لك فيلم موجود لغاية حسا بيظهر في الأفلام القديمة لغاية دي الوقت حتى يعني نحيوا حفلات هناك في القاهرة كان بحضور برضو ضابط الإيقاع الأخ خميس ومجموعة أخرى من العازفين الموجودين هناك وكان في الفنان المرحوم الحويج وكان برضو عمل له ألحان وسجلها هناك في إذاعة ركن السودان فكان برا عنده نشاط في إذاعة ركن السودان حتى أنه عمل المقدمة بتاعت المقطوعة بتاعت ركن السودان حبابك 10 المقطوعة بتاعتها دي فكان بيقدم البرنامج فؤاد عمر فكان بيستضيفه بالجانب البرنامج ده برا كان عنده برنامج تاني للإخوان الفنانين المصريين وأول برنامج كان يعني استقبل فيه كان استضاف فيه الفنانة فايزة أحمد وزوجها كانوا وبدأت السلسلة بتاعت نشاطه مع دراسته وجودة كانت هناك فهو تاريخه في القاهرة كان كبير يعني موجود. بعدين في القاهرة يعني كان مقطوعاتي دي كلها نوتة
ومنها المروج الخضراء ومنتقى النيلين، يعني عدد كثير من المقطوعات الموسيقية بخلاف الألحان اللي قدمها. وطبعا هو كان في فترة من في فترات كان في أفريقيا، في يعني نال الجائزة وفاز بالمقطوعة الموسيقية اللي هي تقني ليناي. فالحقيقة إن هو كان برضو مشى في جامعة مكريري في أفريقيا، برضو عمل لقاء موسيقي هناك وعزف بالعود للطلبة، كان مطلوب كان من السودان من هنا كده. فالحقيقة زي ما قلت لك يعني هي يعني مرحلته كبيرة ما صغيرة. فمن الألحان الحانه كانت يعني بدأ يعني من كان من عبد العزيز، ثم عبيد الطيب، ثم الأستاذ محمد وردي ومحمد حسنين ومجموعة كبيرة من الفنانين، ومنهم سيد خليفة، ومنهم الفنانة من الخير، ومنهم عبد المنعم حسيب، ومنهم برضو الفنان الحويج كما ذكرت، ومجموعة كبيرة من الفنانين. كان مرة حضرت اللقاء بدري، كان معاول مع عثمان حسين، كان عنده محراب النيل أغنيته دي، فكان زي زمان عندهم عادة كل كبار الفنانين، كان الكاشف ولا عثمان حسين ولا يحمد الفنانين دي بيقعدوا مع بعض، ولا التاج مصطفى بيقعدوا مع بعض، إذا كان لحن اللحن هو بيجيب من الملحنين الموسيقيين بيقعدوا مع بعض وبيتشاوروا إضافة لزمات موسيقية حاجات زي كده. والله انا حضرتها بالذات محراب النيل دي، كنا قاعدين حتى كان اتذكر واحد اسمه حسن مجمر صحفي وعازف كمان اسمه الصادق، كان شغال في البنك العربي، الفنان عثمان حسين قاعدين في منزل الفنان عثمان حسين، فتمت عثمان ابتدى يغني في الاغنيه وابتدى اخبره يتابع معه بالعود في اللزمات والبتاع واحسن كده وكده، فالفن بتاع موجود وممكن تلقى بين الاخوان عارفين الحته دي يعني كلهم الناس القدام العازفين، كان مثلا الاخ عربي والجماعه القدام دي ناس بدر التهامي والمجموعه دي كلها، كان كلها شغل جماعي مرتبط، عشان كده كانت الالحان بتيجي قويه. تجربه الموسيقى في مصر اضافت لبرعي هذا الاختلاف الضروري لمعرفه اين تقف من الاخر ومدى قربك وبعدك عنه، وبالتالي ثقتك فيما تحمله من ألحان وبداية التكوين لموسيقار يدعم موهبته بالعلم. برعي محمد دفع الله تنقل بين مصادر موسيقية متنوعة شكلت شخصيته الموسيقية المتفردة. تعرفت على الأستاذ برعي في الإذاعة وفي اتحاد الفنانين وفي معهد الموسيقى وفي الفرق القومية وفي الإذاعة والتلفزيون وفي الصحف، يعني تعرفت عليه من عدة منابع ما من منبع واحد. يمكن في ثلاثة ولا أربعة محاور أساسية لا تغيب عن أي شخص يعني يتحدث عن برعي. أول حاجة إنه في المجال الاجتماعي شخص يعني له وزنه له مكانته له بصماته ودوره المهم جدا جدا في لم شمل كثير من الناس وفي حل كثير من المشكلات منها الاجتماعية ومنها الفنية ومنها الثقافية ومنها المادية ومنها دي جوانب يمكن الناس ما بيعرفوها كثير عن برعي، لابد ان الناس يسلطوا الضوء عليه. يعني جانب آخر في المجال الإداري، يعني كان راجل منظم جدا،
مهذب جدا، لبق في حديثه، مثقف، راقي في تعامله، ويعني في مجال الإدارة والتنظيم هو كان واحد أحد أقطاب قيادات اتحاد الفنانين، سكرتير لفترة طويلة جدا جدا، وكان بيساعد الناس في تنظيم أمورهم، في تنظيم نفسهم في الجوانب الإدارية والجوانب الفنية. في جانب آخر إداري، أنا عاصرت الأستاذ برعي في داخل الإذاعة من خلال لجنة الألحان، إنه شخص يعني مرتب جدا جدا، ومرتب فكريا، ومرتب موسيقيا، ومنظم. يعني كان رئيس لجنة الألحان الفترة اللي أنا كنت فيها البروفيسور أستاذنا الكبير ربنا يدي العافية البروفيسور فرح الطاير، ولكن كان بيدير الجلسة أستاذنا برعي، وكان دائما بيختم كلام الناس. لا تسقط بعيدا عن شجرتها، وزرياب ليس انطلاقا من الاسم، ظل قريبا من شجرته، ولم يفارق الدرب الذي وضعه عليه أبوه. أنا كنت أتمنى أنه في الفترة الأخيرة كنت يعني سعيد جدا أنه كنت بعزف معه ألحانه ذاته، وقل لي سمعني يا زرياب، كانت بالعود دار اسمع لحنه ذاته أو بالكمان، فكنت بشاركه الفترة الأخيرة، وكنت أتمنى أنه يوم من الأيام أنا أشتغل معه في مسرح أو أشتغل معه في، لكن شاء الغدر أنه انتقل للرفيق الأعلى، وما كنت أتحت له فرصة أنه أشتغل معه دويته في واحدة من المسارح أو في التلفزيون أو في واحدة من الإعلام. فهو فعلا يعني بدقق في العمل الموسيقي واللحن، وبتابعه متابعة دقيقة للنهاية بلزماته كده، حتى مش حاجاته هو بالذات، يعني في ألحان لزملاء مطربين موسيقيين وكده، يعني هو له دور في تعديل الحاجة دي. معروف إنه كل عمل فني مكون من ثلاثة أضلاع: القصيدة والملحن والمؤدي الذي سوف يؤدي القصيدة. وهنا ده رجع لبرعي إنه كيف كان بكل بساطة، يعني إنه كان بيلحن ألحانه. مع تجربتي إنه كنت أنا محظوظ من إخواني إنه كنت لاصق به شديد في الفترة الأخيرة، وظهرت معظم الألحان الجميلة، يعني الواحد الحمد لله إنه حضر إنه كان بيتلحن. فكان رجعت لورا شوية، كنا بنقعد في البيت، كان الوالد حريص جدا جدا إنه نتغدى كلنا سوا. ده قبل برعي، دايرين بعد برعي هيعدي مثلا العود كيف. يعني برعي لما ظهر والعود بطريقته المتطورة حتى في العالم العربي كله، يعني دي الطريقة الرئيسية المعمول بها لحد الآن.
حتى كان في تنهون ذكر الوقت ذاك يا بشير وين في الثالثة ولا رابعة ووسطة لما داير يقدم عبد العزيز داود رحمة الله عليه أغنية أجراس المعبد دي كان لأول مرة دي كان بينوه عن الأغنية دي من قبل أكثر من أسبوع أنها حتذاع. طبعا كان كل الأغاني الجديدة النائب كان بتكون يوم الجمعة بالذات في الفترة الصباحية، فكان في تنويه مثلا لأغنية أجراس المعبد كلمات المرحوم برضو حسين عثمان منصور، وكان بيقولوا يعني كلمات حسين لحن الأستاذ برعي وغناء عبد العزيز داود، ودي يمكن أول أغنية أنا أسمع يعني كان في تنويه لها، يعني مع بقى الاهتمام هو من الوقت ده بقى ده في الملحن، رغم انه قبل أجرة المعبد كل الاغاني اللي عملها الاستاذ برعي عبد العزيز كان معروفه خالص، يعني هل انت معي فينوس لحن العذاره بالله يا اهل الحب دي كل اغاني كلها الحن برعي، لكن بالذات دي طبعا كانت من الاغاني اللي كانت حديثه بالرغم من الاغاني اللي وضعت قبل كده ذكرتها لهم، عشان كده كان في تنويه للشاعر تنويه للملحن ولل المؤدي. نشأنا في وسط بيئة فنية وجدنا معظم الفنانين الكبار معنا في داخل المنزل، فعلى سبيل المثال وليس الحصر والدنا الثاني الأستاذ الفنان عبد العزيز محمد داود رحمة الله عليه، والأستاذ الفنان سيد خليفة رحمة الله عليه، والأستاذ عائشة الفلاتية وكثير من الفنانين. فكان بموقع بالنسبة لموقع والدي الفني ووجوده في الإذاعة وترأسه للجنة النصوص والألحان، فكان الفنانين كثيري التردد على منزلنا، فالحمد لله نشأنا في وسط فني، وسط مفعم بالغناء والفرح والمرح والبهجة، وكان رحمة الله عليه لا يغصر معنا في شيء أو يمنعنا عن شيء، بل الحمد لله كنا نعيش في وسط هؤلاء الفنانين العمالقة وتشربنا من اجتماعياتهم قبل فنهم، فكانوا جم الأدب والأخلاق، وكان لهم مزغط راسي في بانة شرق وانتقلنا إلى بانة غرب، فكان المنزل كاتحاد فناني مصغر، فتجد فيه كل العازفين والمغنين، منهم طبعا والدنا الثاني عبد العزيز محمد داود، فهو رجل طبعا حيث صداقته بالوالد، فكان مربيا لنا، فمنهم عائشة الفلاتية عاشرناها
ومنهم منى الخير وثنائي النغم وسيد خليفة، فكان برضو من الآباء. فمجموعة طبعا كبيرة من الفنانين، فكانت طبعا ورشة العمل الموسيقية اللي هي بتكون موجودة دائما في البيت، من ألحان، غناء، من شعراء، من صحفيين. فتشبعنا بكل هذا وذاك من ونحن صغار. الأصدقاء اللي بيذكرهم البروفيسور المرحوم علي المك والفنان الكبير عبد العزيز داود، فكان دائما لما نجي يطرقوا الباب، يعني نمشي نفتح لهم الباب، أول شيء كان البروفيسور علي المك كان بيمسك يدنا طقطق أصابعنا ويقول لنا أنا أحكي لكم آخر نقطة، فكان بنكون مبسوطين جدا. فكان في 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 نوع من الصداقة والحميمية، يعني من الطبيعي إحنا أبهات ثانيين بالنسبة لنا. كنت من صغري بمشي من المدرسة بمشي الإذاعة، يعني وقت ذاك صغيرة زولة في الابتدائي، حكم إنه زولة صغيرة بقابل مذيعين بعض الأساتذة الكبار، أو يعني كانت الونسة شنو بكون لغاية ما الوالد ينتهي برجع معه البيت. يعني دي كلها كانت يمكن أدت إحساس شنو إنه تيسير دي الإحساس بالشخصية يعني. فسبحان الله هو الواحد تواصل المراحل بتاعته الدراسية ووصلنا المرحلة المتوسطة، ده يمكن يكون له انقلابة كبيرة يعني في حياتي، بحكم علاقتي بالوالد أدتني القوة بتاعت الشخصية إنه أكون في الدورة المدرسية. تاني حاجة، كنت دايماً أستاذة العربي بتقول لي تيسير أقري، يعني أنا ما أعرف حكاية إنه أقري دي كل مرة أقرأ، اكتشفت في النهاية إنه قالت لي عندك الحلاوة بتاعت الإلقاء، وده شلتها من الوالد لما يكون مثلا الضوء قصيد عشان يلحنها، بيقوم بيجي شنو بيجي بيقرأ، عنده صوت حلو جدا بالمناسبة، بيجي بيقرأ بلغة عربية فصحى، طبعا هو زول أستاذ في اللغة العربية، يعني بيجي بيقرأ بطريقة حلوة. أدت الإحساس شنو؟ إنه أنا ذاتي أحاكي يعني حكاية الإلقاء الشعري. لم يمنعنا من ممارسة أنشطتنا، بل كان يحفزنا ويدفعنا دائما إلى النجاح في كل مراحل الحياة، فمن ضمنها كان يشجعنا على تعلم الموسيقى ودراستها. فكان الوالد رحمة الله عليه من أوائل الناس الذين دفعونا للالتحاق بغصر الشباب والأطفال لتعلم الموسيقى، وفعلا تدرجنا وتدربنا في غصر الشباب على يد أساتذة كوريين وأساتذة سودانيين، من ضمنهم الأستاذ علي مرغني والأستاذ بشير والأستاذ عبد الرحمن والأستاذ محمد عجاج، وكان مدير لقسم الموسيقى. فدرسنا الموسيقى أنا وإخوتي، فمنهم محب أخي الأكبر كان عازفا للكمان، ومنهم أختي تغريد عازفة للكمان وهي الآن في أمريكا في ولاية أريزونا مع زوجها، وأنا كنت عازفا للكمان أيضا، وأختي هنادي كانت عازفة للأكورديوم، وزرياب وهو الذي تميز فينا موسيقيا إلى هذه اللحظة كان عازفا للكمان أيضا، وهو الآن موسيقيا في فرقة محمد الأمين، وقد تشبع بالموسيقى وبالفن وبالموهبة من الوالد رحمة الله عليه، وهو الذي إلى الآن واصل في مجال الموسيقى والفن، وهو الذي الآن يحرص على أنه يجمع إرث الوالد رحمة الله عليه. فإذا تحدثنا وتطرقنا فقالوا يقولون إذا وراء كل رجل عظيم امرأة، فلا ننسى في خضم التحدث عن الوالد رحمة الله عليه أن ننسى الامرأة التي وقفت إلى جانبه، فهي قد تعتبر القلب النابض للأسرة، تعتبر هي المحرك والدينامو لهذه الأسرة الصغيرة، فقد كان الوالد يعتمد عليها اعتمادا كليا، وكانوا يكونون توليفة
نحمد الله ونشكره أن من علينا بهما الاثنين. أما بالنسبة للجانب الرياضي وهذا هو الجانب الذي نهلت فيه كثيرا من الوالد، فكان رجلا رياضيا فذا أحبه كل من عاشره، أحبه كل من لعب معه كرة القدم، أحبه كل من شاهده يلعب كرة القدم. لعب في نادي أبعنجة فترة طويلة حتى أصبح كابتن لنادي أبعنجة. كان هو له الضلع الكبير في أن أنا أسجل في نادي أبعنجة. الوقت ذاك أنا كان عنده ظروف كثيرة جدا، فكان بتحمليني ألعب كرة القدم أو مارس كرة القدم، فجاتني الإدارة بتاعت نادي أبعنجة على أساس أني مفروض أسجل معهم وألعب معهم، فأنا رفضت. لكن هو أصر إصرار شديد أن أنا لازم أسجل في نادي أبعنجة ولازم ألعب في نادي أبعنجة. فبموجب إصراره وإلحاحه علي اضطريت أني أسجل لنادي أبعنجة. ما لعبت معهم فترة طويلة، لكن الحمد لله فترة كانت طيبة في نادي أبعنجة. والد الله يرحمه ويغفر له، عندنا يوم الجمعة ده يوم مميز جدا. من الصباح بنستعد وبنلبس، الوالد بيسوقنا السمك. طبعا أحلى أكلة له بالنسبة للوالد كانت السمك. زول كان طبعا بيعرف، بحكم إنه يمكن يكون تربيته وتنشئته في الموردة، يمكن يكون حكاية التنشئة دي ذاتها وعلاقة البحر وكذا، يعني كان حريف جدا في اختيار السمك. احنا من الصباح الجمعة استعداد على انه ماشيين نجيب السمك. دي كان برنامج لذيذ جدا جدا، وهو يعني مش هو بيختار بس، يقول لك يلا شيل السمكة بتاعتك اللي انت عايزة، بنختار بنجيب دي السمكة دي حلوة، السمكة دي كبيرة دي صغيرة، او لغاية ما الواحد يشيله وبنرجع. كان دايما نهاية كل اسبوع بنمشي بودين الحدائق، بطلعنا نمشي الحدائق، بنشيل شاينا، بنشيل ساندويتشاتنا، فكان لمة أسرية حنينة، يعني فيها وئام وفيها مودة وفيها حنان. عمر دائما ما بغلد علينا بكلمة أو يرفع صوته علينا، بالعكس كلامه كان دائما حنين معانا وكلامه عطوف وكلامه ودود. فكان دائما لما يكون عنده لحن، يعني لحن عمله، فدايما بيقوم بيجمعنا حاسس اننا احنا نديه الراي في اللحن بتاعه، فكان بيغرس فينا روح التعاون والمشاركه الجماعيه وابداء الراي السديد. فكان دايما بيبسنا باشياء دايما حلوه او اشياء دايما لا قيمه فنيه. ومن من الحاجات الطريفه انه انا اول التحاق لي باتحاد الفنانين كان الوالد ما عارف، وكان مصير جدا انه نواصل في الموسيقى، وكان بيشجعني تماما. حقيقه الوالد كان من الصغر بيميزنا في دائما بيشجعنا انه نتعامل مع الموسيقى ومع الالات الموسيقيه بالاضافه لدراستنا. فانا تعلمت العود عمري 6 سنوات وبفضله، يعني كان بيخلي العود في صالون وكنت بجي ادندن بالعود، وكان بيسمع لي وبركز انه انا بعمل في شنو، وبالذات اخواني نفس الحكايه يعني. فالوالد كان يعني من الجانب الموسيقي كان حريص جدا جدا انه الناس تتقدم في المجالين في دراستهم وفي الموسيقى. فانا دخلت اتحاد امتحنت في المعهد في اتحاد الفنانين، واجتشت الامتحان بتاع الدخول للاتحاد، ومشوا كلموه ناس علي مرغن الله يرحمه محمديه واستاذ اميجو انه ولدك امبارح امتحن ودخلنا الاتحاد بحكمه هو كعازف، ما انه حكم انه والده بره محمد طفع الله. فكان قلبي سعيد وشفت الفرحه في عيونه انه عنده قوة من ابنائه بيتقدم في المجال الموسيقي، وده كان دافع لي انه انا اتحرك في المجال ده.
لو داري اتكلم عن الجانب الديني للموسيقار بوري محمد ضفع الله، فكان ورع، كان تغي، وكان متدين. علمنا كيف نحب ديننا، علمنا كيف ارتياد المساجد، علمنا كيف نحافظ على صلواتنا، علمنا كيف نتلو القرآن، علمنا كل شيء في علوم الدين. كان منفق، كان حقاني، لا يخاف الحق لو متلائم، ينفق في السراء وينفق في الضراء، ينفق في السر وينفق في العلانية. برعي محمد دفع الله، قيثارة الخلود السودانية وتدفق الأنغام في وجدان الشخصية السودانية، ابتداء من البدو في ترحالهم وصوت مقيلهم وهجوعهم وضعنهم، وانتهاء بصوت المدنية المغروس في أحياء العاصمة المثلثة التي تحتفي يوميا وعلى مدار أكثر من نصف قرن بشدو أبنائها. برعي محمد ضفع الله، لحن لن ينتهي.